بدأ الكورال الأكاديمي يعني بشكله المعروف ده، بدأ مع بدايات معهد العائل الموسيقى والمسرح. معهد اتأسس سنة 68، في 69 كانت أول دفعة أخذت في المعهد. نحن في السودان برضو لحد كبير جدا حياتنا كلها قايمة على الجماعية، حياتنا الاجتماعية، الأسرة الممتدة والنفير، يعني حياتنا وثقافتنا السودانية كلها قايمة على النشاط الجماعي الاجتماعي ده. الممارساتنا الغنائية ما بتنفصل عن ده برضو، يعني لحد كبير جدا بتلقي أشكال الغنى الموجودة في غنى مثلا بتاع الحصاد عند القبائل الزراعية، الغنى مثلا الموجود عند القبائل مثلا دائما بيتقال مثلا في المناسبات القبائل الأفريقية مثلا في الأحزان، يعني لما يتوفى زول. وحتى في وسط وشمال السودان المغني بيكون معه كورس، يعني الفكرة دائما ما في زول بيغني براهو، الناس كلهم بيغنوا مع بعض في الأعراس، البنات يغنوا يعملوا مثلا تعليم العروس، يكون بيغنوا الأخوات وبنات الخالة وبنات الحلة وكده. فنشاطنا الغنائي كله في السودان هو نشاط جماعي، عشان كده الكورال هو ما غريب وما بعيد من الذاكرة والوجدان السوداني. بالنسبة للكورال الحالي انفتح هو أكثر على المجتمع، وبادر بأنه يعمل حفلات جماهيرية على المسارح للجمهور، وجات التجربة برضو بتاعت الفيديو كليب الأغاني المصورة للأعمال الوطنية القديمة اللي قاعدة تجان الناس. فدي حاجات خلت الكورال بعد يبقى يعني متاح أكثر، الناس بتشاهده وبتجي حفلاته وبتشوف أنشطته وبتتابع كل نشاطه ده من خلال الوسائط المتعددة. وفي الانفتاح ده برضو افتكر انه هو لحد كبير خلى الناس برضو ارتباطهم بالبلد وارتباطهم بالاغاني الوطنيه ومحبته للسودان، يعني يساهم لحد كبير جدا جدا في انه الروح دي ما تموت.